بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. صدق الله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين بحوائج مقضية وأدعية مستجابة ببركة الصلاة على محمد وآله. الإنسان يعيش بالأمل ويعمل بالأمل، ولولا الأمل لتحول حياة الإنسان إلى جحيم ولترك العمل. الطالب يذهب إلى المدرسة ويدرس ويطالع ويسهر، لماذا؟ لأنه يأمل أن يصبح عالماً، طبيباً، مهندساً وما إلى ذلك. التاجر والكاسب يذهب إلى عمله كل يوم لأنه يأمل في الربح. إذا كان يعلم بأنه لا يربح بل يخسر، يذهب للعمل؟ لا. حالته النفسية تكون حالة ليست على ما يرام. لماذا؟ لأنه فقد الأمل. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين في آيات متعددة من القرآن الكريم بأن يكونوا آملين، وكما تعلمون فإن اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى هي من المحرمات الكبيرة، من أكبر المحرمات، لأن الذنوب قسمياً، عندنا صغائر وعندنا كبائر. الصغيرة التي يعبر عنها في القرآن باللمم، إذا الإنسان مرة واحدة ارتكبها بغفلة الله سبحانه وتعالى يغفرها له، لكن إذا أصر عليها يعني مرة ثانية ارتكبها تصير كبيرة. أما الكبائر فهي بارتكابها مرة واحدة توجب استحقاق النار في الروايات،
الكبيرة هي التي وعد عليها في القرآن أو في الروايات النار، مثل القتل مثلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر، حتى أكبر من القتل. لماذا؟ لأن الإنسان اليائس من رحمة الله القانط منها، هذا الإنسان يقول أنا أول تالي في جهنم، فلأتمتع بهذه الدنيا، فيرتكب كل أنواع المحرمات لأنه يائس. يفتح باب لارتكاب جميع المعاصي. يقولون فد واحد من الملوك العرب قبل 40 سنة، هذا كان في شهر رمضان يسافر للهند. ذاك الوقت ما كانوا يسافرون إلى أوروبا، كانوا يسافرون للهند. لماذا؟ لأنه كان يريد يفطر ويرتكب الفسوق والفجور في شهر رمضان، وخاصة في ذلك الوقت يعني القضايا كانت مكشوفة بسرعة، المجتمع يعرف هذه الأمور. لماذا؟ قالوا له لماذا؟ قال لأنه أنا أعلم بأني من أهل جهنم، من أهل النار. صليت ما صليت، صمت ما صمت، عدلت ظلمت، ماكو فرق، فلماذا أخسر الآخرة والدنيا؟ خلي يكون خسر الآخرة فقط. يعني هذا يأس من رحمة الله سبب بأن يرتكب كل أنواع المعاصي ويترك كل أنواع الطاعات. أو القضية المعروفة، حميد بن قحطبة في شهر رمضان كان يأكل طعاما، فد واحد كان ضيف داخل عنده فدعاه على الطعام، هذا نسى أنه شهر رمضان، فبدأ يأكل معه أو أراد أن يأكل معه، فجأة اتذكر أنه شهر رمضان فأمسك. قال له لماذا أمسكت؟ قال شهر رمضان، أنت مريض؟ قال لا، مسافر؟ لا. لماذا أفطرت؟ قال لأنه أنا في ليلة واحدة في قضية معروفة قتلت 60 رجلا من ذرية علي وفاطمة سلام الله عليهما، وبعد هذا أنا يائس من رحمة الله. هسه صمت لو ما صمت، صليت لو ما صليت، شنو الفائدة؟ يروى أنه بلغ الخبر للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فقال يأسه من رحمة الله أشد عليه من قتله 60 علويا فاطميا. الإنسان يعيش بالأمل، فلذا الله سبحانه وتعالى يريد يخلي هذا الأمل جذوة مشتعلة في قلب كل إنسان مؤمن. لذا كل إنسان مؤمن له أمل برحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الأمل مو معناه التكاسل، لا، ذاك يصير طول الأمل، طول الأمل مذموم. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، لأن الإنسان الذي له أمل له عمل أيضا، والذي لا يعمل هذا في الواقع لا يأمل أمل واقعي، وإنما له طول الأمل. ولذلك من صفات المؤمنين أنهم يأملون برحمة الله كما أنهم يخافون من عقاب الله، لأنه عدم الخوف من عقاب الله أيضا من الكبائر، يعني إفراط تفريط. هاي الآية اللي تلوناها وهي من الآيات القرآنية التي قليلا ما يلتفت إليها، وخاصة في هذا الظرف اللي استحكام الوهابيين في بعض بلاد المسلمين ونشرهم لأفكارهم بالأموال الطائلة وبالتخطيط الكبير وبالارتباط بمجموعة من الدول. على كل حال، هذه الآية تقول هناك مجموعة من الناس يدعون الملائكة أو يدعون بعض الصالحين من الأنبياء. الله عز وجل يقول أولئك الذين تدعون، يعني تدعونهم، أنتم تدعون الملائكة
أو تدعون بعض الأنبياء أو بعض الصالحين، أولئك الذين تدعون نفس هؤلاء اللي تدعونهم، هؤلاء هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني عيسى الذي يدعونه النصارى هو أيضا يريد الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. الملك الفلاني الذي يدعوه بعض الناس هو يريد وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. الجن الفلاني الذين يعبدونه، لأنه في بعض الآيات أيضا إشارة إلى أن بعض الناس كانوا يعبدون الجن، هؤلاء أيضا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. شنو هاي الوسيلة؟ سؤال. الوسيلة وسيلة بشرية، لأن الآية تقول أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما قالت الآية أيها أقرب، لأنه إذا كان المراد بالوسيلة هنا الأعمال الصالحة كالصلاة والصوم وما إلى ذلك، كان التعبير عنها بأيها، لا يعبر عن الصلاة والصوم أيهم، يقال أيها الضمير، ضمير يرجع مؤنث ما يرجع ضمير المذكر، جمع المذكر السالم. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبعض الصالحين الآخرين، هؤلاء لا تدعونهم لأنهم هم يبتغون يدورون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون الوسيلة إلى ربهم أيهم أقرب. هذا الشيء الأول، وفي التفاسير أن هذه الوسيلة هم محمد وآله عليهم وعليهم الصلاة والسلام. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني عندهم رجاء، عندهم أمل برحمة الله سبحانه وتعالى. يعمل يتخذ الوسيلة، ولكن في الوقت نفسه يأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. ولولا الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى الإنسان انحرف عن الطريق. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، طبعا وجوده هذا ضمن السنة الإلهية الكونية، أنه يجب أن لا تخلو الأرض من حجة، والله سبحانه وتعالى أمره بإدارة أمور الكون بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. هذا فد وجود، بحيث أنه إذا هذا الوجود أخرج من هذا الكون لزالت الأرض والسماوات، لأن الله سبحانه وتعالى كما هناك موجودة قوانين مادية مثل الجاذبية، بحيث أنه لو قانون الجاذبية هذا أخرج من الكون، الكون ينهار، حركة الأرض القمر، أصلاً حياة الإنسان كلها متوقفة على هذه الجاذبية. كذلك وجود الإمام هو يحفظ هذا الكون بأسباب الله عز وجل جعلها في هذا الكون. هذا جانب سنريد نخوض فيه ونبحث فيه. الجانب الآخر يرتبط بنا، الله عز وجل جعل الإمام إدارة أمور الكون، وجود الإمام هو لحفظ هذا الكون، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها وما إلى ذلك، وأيضا لرعاية أمورنا من جانب، من جانب آخر لحفظ الأمل. يعني في طول التاريخ الشيعة مضطهدون، ماكو أمة في طول التاريخ مثل الشيعة اضطهدت من يوم أن أهبط الله آدم إلى الأرض وإلى يومنا هذا. إذا واحد يقرأ التاريخ الذي دون، وأكثر ما في التاريخ لم يدون،
لو هذه المجازر والجرائم والاضطهاد جرت على أي أمة أخرى لانقررت أكثر من 10 مرات، لأن كوارث جرت اللي كل كارثة كان بإمكانها القضاء على الشيعة. لكن نرى أن التشيع باقي ويوم على يومهم في ازدياد وفي قوة. صحيح هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وفي آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أو الله متم نوره، لأن هاي آيتين. صحيح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لكن الله سبحانه وتعالى إرادته يجريها عن طريق الأسباب والمسببات. الله عز وجل بإمكانه أن يخلق إنسان كما خلق آدم وحواء من غير أب وأم، ولكن أبى الله إلا أن يجري الأمور إلا بأسبابها. الله عز وجل يمكنه أن يخلق فجأة الثمار، ولكن أبى إلا أن يجري الأمور بأسبابها، لازم يكون شمس وهواء وما أدري ساقي وبذر وما إلى ذلك حتى يكون هناك ثمر. كذلك الله عز وجل كان يمكن أن يظهر دينه على كل الأديان فجأة، يوم اللي بعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله، الله يلجئ الجميع على الإيمان، كان يمكن، لكن الرسول اضطر لأن يخوض 80 غزوة وسرية. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أكثر من 80 موطن، وجرح وقتل أصحابه وأقرباء وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن إرادة الله سبحانه وتعالى ظهور هذا الدين، لكن عن طريق الأسباب التي جعلها، لأن هذه الدنيا مو آخرة. المكان اللي ماكو أسباب ومسببات الآخرة، المؤمن قاعد أو المؤمنة جالسة ترى طيرا أو يرى طيرا يطير يشتهي أن يأكل هذا الطير، هذا الطير يسقط أمامه مشويا أمامه في طبق يأكله، بعد ذلك مرة ثانية العظام، الله عز وجل يحوله إلى طير يرجع إلى مكانه. أي الآخرة مو دنيا هاي، لكن في الدنيا الله عز وجل أراد أن يجري الأمور بأسبابها ومسبباتها. ومن الأمور التي سببت بقاء دين الحق والطريق الحق هو هذا الأمل. يعني أنت عندما تنتظر ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني شنو تنتظر ظهوره؟ سؤال. يعني واحد مخلي رجل على رجله أنه هذا يظهر؟ لا، معنى ذلك أن هناك تواجه مشاكل، مصائب، بلايا، زين، انهيارات نفسية يمكن الإنسان يصاب بها، لكن عندما هذا الأمل موجود هذا يمنع من الانهيار النفسي، يصبر الإنسان، يخليه أقوى من المشكلات. يقولون المريض اللي مبتلى بمرض لا علاج له، في حال موت مثلا، أجاركم الله جميعا من هذه الأمراض، إذا هذا الإنسان المريض قيل له خلاص أنت منتهي، يقولون يموت أسرع. لماذا؟ لأنه يفقد نفسيته روحيته، ولكن يخفون عنه هذا الأمر ويصبرونه ويقولون لا إن شاء الله علاجك كذا. نفس قوة الروح تسبب قوة الجسد أيضا، وضعف الروح يسبب ضعف الجسد. إذا جيش يقاتل وهو محاصر والعدد قليل والعدة قليلة، إذا عنده أمل بعد ساعة يوصل المدد، هاي الساعة يقاومها ولو سلاح أقل وإمكانيات أقل وعدد أقل. ليش؟ لأنه عنده أمل بوصول المدد. لكن إذا ما عنده أمل يقول زين، سواء علينا صبرنا أم جزعنا، أهل جهنم هكذا يقولون، صبرنا لو جزعنا العذاب جاي، ينهار نفسيا ويستسلم. هذا الأمل بأنه في يوم من الأيام المنقذ يأتي وينقذنا هو الذي سبب بقاء هذا التشيع. وهذا الأمل لازم يكون انتظار حقيقي. يعني شنو انتظار حقيقي؟ يعني أنت إذا عندك ضيف زين، هذا الضيف مقرر أن يأتي هذا اليوم ظهرا، من اليوم السابق واحد يهيئ وسائل
الضيافة. بعد ذلك حينما يحين وقت الضيافة عينه على الباب، يقال له ماذا تصنع؟ يقول انتظر. يقولون إيه هذا صحيح، انتظاره صحيح. لماذا؟ لأنه هيئ المقدمات التي عليه وبقى أن الضيف يجي. لكن إذا لم يهيئ أمرا، لا هيئ طعاما ولا شرابا ولا مكانا، وضع رجلا على رجل، يقال له ماذا؟ يقول أنا أنتظر. يقال له أنت تكذب، مو منتظر. لو كنت منتظر كنت تهيئ المقدمات اللي عليك أن تهيئها. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ولكن أعينوني بورع واجتهاد. ورع من المحرمات، واجتهاد يعني تعب عمل، لا مجرد طول الأمل. أنه بعض الناس يرتكبون المعاصي، عندما يقال له لماذا ترتكب المعاصي يقول الله كريم. صحيح الله كريم، بس الله سبحانه وتعالى نهاك عن المعاصي، وغفران الذنوب إلى شروط وليس عبثا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يعمل شيء عبث. هذا الأمل وهذا الانتظار هو سبب لقوة النفس، وسبب للمثابرة، وسبب للبقاء، وسبب للعمل الصالح، لأن الإنسان يعيش بالأمل. نستفيد من هذه الأيام المباركة العشرة المهدوية المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج مولانا صاحب الزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه، وأن يجعلنا من الناس الذين هيئوا أنفسهم ليكونوا بمستوى أصحاب الإمام. وإلا الإمام المهدي ليس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله أفضل الخلق وأفضل من الإمام المهدي. اليهود في المدينة كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله، أصلاً مجيئهم إلى المدينة كان لانتظار الرسول، لأن في التوراة كان مكتوب أنه أخير الرسول يظهر من هذه المنطقة من يثرب، فهم طمعاً في أن يكون الرسول منهم جاءوا إلى يثرب. ولا اليهود إش جابهم للمدينة؟ طمعاً في أن يكون الرسول منهم. وحينما كان الأوس والخزرج يظلمون اليهود، فكان اليهود يستفتحون، يعني يطلبون الفتح، يقولون للأوس والخزرج انتظروا بعد أيام سيظهر رسول منا وينقذنا منكم. فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وبعث، شافوا عجيب، هذا مو منهم، هذا من العرب، كفروا به. زين، هذا اليهودي في المدينة ما كان مهيئ نفسه وما كان منتظر لمجيء الرسول، هو كان مهيئ نفسه لمصالح نفسه، أنه هذا يجي وإحنا نسود. ما كان مهيئ نفسه ليستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله ويستقبل الحق، كان منتظر مصالح نفسه، فلذا كفر بالرسول. إحنا هم إذا انتظارنا يكون انتظار واقعي، أن الإمام يأتي ويبسط العدل على الكرة الأرضية، ونهيئ أنفسنا لنكون بمستوى أصحاب الإمام. ذاك الوقت عندما الإمام يظهر نربح إن شاء الله. لكن إذا أنا أفكر أن الإمام يظهر لمصالحي، أنا أحصل فلوس، أنا أحصل رئاسة، أنا كذا أنا كذا، لا سمح الله إذا الإمام ظهر يمكن الإنسان يكون من الذين يقاتلون الإمام، لأن أكو ناس في بداية الأمر يقاتلون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالأمل الحقيقي والانتظار الحقيقي معناه أن الإنسان يهيئ نفسه ويهيئ المقدمات في نفسه حتى إذا الإمام أجى يكون صالح لأن يكون من جيش الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصار الإمام المهدي. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها